من المسلمين اخوة كلمة من قبل العبد المسلمين يا بلد في شارك في مدينة الشارقة وكما تشاهدون اقل من 50 ثانية وهم رجال الشرطة الابطال الجود يستعدون لإطلاق مدفع الإطار في الثواني الأخيرة المتبقية. بارك الله في جهودهم وبارك الله في جهود رجال مؤسسة الشارقة الإعلام الذين يعني يبذلون جهودا كبيرة في موظف وفني ومسؤول ليمر لكم هذه التظاهرة الإيمانية المباركة. شكرا لهم وإن شاء الله في ميزان حسناتهم وأتقبل الله منا ومنكم الصيام وجعلنا من الذين يصومون ويقومون رمضان إيمانا واحتسابا. إخوة الإيمان في كل مكان 10 ثواني إلى مدفع الإطار صياما متقبلا وإفطارا إيمانا وإلى مدفع الإطار.